بدأت من أظهر تعبان دلوقتي بحمد الله رجعت الشغل. أول هواية خافت عض خف بتاع لا خدت طعم مرة فرغ عض سألت هنا جربت هنا عرفت خلاص كام السما بدأت أنا أربيها ما فيهاش لا سم لا إزرة في أي حاجة آخرها شكل إبرة شوية دم خلص كله بنتبع حتة ليمونة وتعمل الأكل أنت ممكن تفضلها حوض أو في حوض خشب وتحطي أرضية عدت الصف جامدة وتحط لندن فكرة أكله بيأكل فار كل أسبوع صغير أو تقطعتين في الأسبوع دي فكرة أكله. في ناس بيقولوا لي بيت كل 15 يوم دي حاجة غلط طبعا بيعمل دهونة في الدم ويبوظ. البنات بتاخد حاجاتي بتدافع بقى عن نفسها ليا عبارة ليا بتدخل تعبان في بوكها في شنطتها أي واحد يرخم عليها حاجة بتضربه بيه أو بيخوفه بيه دي أول حاجة. تاني حاجة في بياخد نفس الأنواع أحسن من ديت دي حاجة اسمها دي تعبان أو دي نقطة ده بيكون جوه بيعالج روماتيزم أو بيعالج الخشونة في الركبة. تاني حاجة في اللي هي الهواية والتربية كل واحد بيحب يربي بيحب يعمل هواية بيهم بيفضل أروح أحسن نوع أرخص نوع وطبعا أحسن نوع.